أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قرآنيات. والرجز فهجر. أخي مالك، أهلا بك يا أخت فرحة. الآية دي كانت موجهة لمين ومعنى إيه الرجز فهجر؟ الآية هي خطاب موجه إلى محمد. أيوة. تطلب الآية من محمد أن يهجر أو أن يترك الرجز. إذا رحنا نحن إلى تفسير الطبري لنشوف معنى ماذا يكتب الطبري حتى لا نقول بأنفسنا أشياء. يقول الطبري: وقوله فرجزي أفهجر. بعد ما يتعدى القراءات يقول أني احتمال، عن الاحتمال الأول أني يمكن يكون المقصود فيها الإشارة إلى الأوسان، أني الله يخاطب محمدا أن تترك الأوسان والأوثان. فهجر عبادته واترك خدمتها. ومن كسر الراء والجو إلى عذاب. إذن في عنا احتمالين: إما أن الله يخاطب محمدا اترك عبادة الأصنام وخدمتها، يعني الرجل كان ليس فقط يعبد الأصنام ولكن يخدم الأصنام من سدن الأصنام. أو يقول أني إذا في هالحالة المقصود بها العذاب، فاترك ما يوجب لك العذاب. أني ده في تفسير إيه؟ الطبري على الآية. يبقى في تفسير الطبري بيقول له الرجس فهجر ده احتمال يكون اهجر الأصنام وخدمتها، أو الأشياء التي تؤدي بك إلى العذاب، أو الأشياء التي تؤدي بك إلى العذاب. فإذن محمد يخاطب من قبل الله في هذه الآية: يا محمد، إما أترك الأصنام وعبادتها وخدمتها، أو أترك الأشياء التي تفعلها أو تقوم بها التي تؤدي بك إلى العذاب الأخروي. طب وإنت رأيك إيه في الآية دي؟ باعتقادي فعلا أن الآية الأرجح أن محمد كان له تصرفات تشير إلى إيمان ما معين، لأنه كان معروف عن محمد، رغم أني نعرف أني كان يقال أني يعني ينسك في غار حراء ويتعبد في غار حراء، ولكن الأخبار الثانية بتحكي على أنه هو كان، لا، كان الرجل يتناول مع المشركين اللحوم الشركية بالضبط، وأشرنا كيف المذبوحة للأصنام. نعم، كيف وأشرنا بكيف أني هو كان حتى يتناول هذا اللحوم، وأحد الأحناف طلب أنه لا يتناول مجددا هذا ابن نفيل. ابن نفيل، نعم، عمرو بن نفيل. فنحن لدينا حالة أني رجز هو في شيء، لأنه في الحقيقة موضوع الأشياء الضارة يعني تشير إلى صورة، عن آية أيضا أخرى بهذا الموضوع، صورة الضحى والليل مثلا، لما حكينا موضوع الضحى في المرة الماضية في القرآنيات. نحن لدينا ما يشير إلى أن محمد كان لديه عادات وثنية أو مسلك وثني، وهذه الآية تؤكد هذه المسألة. بص يا أخي مالك، أنا هقول كلمة سريعة، يعني اهجر يعني اترك المكان اللي انت فيه. يعني انا من المهجرين من بلد، انا فعلا ده حقيقة، انا هاجرت من السويس الى بلد تانية، يبقى انا كنت مقيمة في البلد دي فهجرت فسميت من المهجرين. حلو. فهجر معناه ان هو كان موجود في موقف معين وبيطلب منه امر انه اهجر هذا الامر. فاذا بشكرك اخي مالك. اعزائي المشاهدين، الطبري بيقول يا تهجر الأوسان وعبادة الأوسان أو خدمة الأوسان، أو أهجر الأعمال التي تفعلها أو الأفعال التي تفعلها اللي هتقودك للعذاب. هل ده يؤكد أن محمد كان وثني ولا بيعمل حاجات مش كويسة، حاجات غلط؟ يعني نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.